اليوم الدبشي مظلوم بعدم ذهابه للمونديال. قل لي ولا ليس. لا 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 ما, لم ما, ما, ما تستعمليش كلام تحب تستعمله انت، ما نحبش نقول لك كلام تحب تقوله انت. لا لا هذه كلمه مظلوم مش مظلوم في الكوره ما فيهاش. فما هنا انا قلت لك حاجه يستحق ان يكون في القائمه ولا حاجه استباقيه عايشك يا يا شاكر. احنا قلت انا تو تولي في ضد كلام اللي قلته في البدايه، راهو القرار تخذاه ما نرجعوش بالتوالي. احنا نقولوا انت اعطيتني كلمه باش نجاوبك على التصريح. التصريح هذايا جلال تعدى اكوتي كومبليتمون اكوتي، لا في الحاضر ولا في المستقبل. واضح. هاني نقول لك لا في الحاضر ولا في المستقبل. ها واش نقول له انا جلال خونا؟ ما شخصيا عملت انا كيت ناسيونال مره واثنين وثلاثه. وهك ولا لا؟ من تجربه باش تحكي له. من تجربه. انا ما وراي حد. وانت يا جلال ما وراك حد. شو معناه؟ يفهمني هو. ما عنده حد وانا ما عندي حد. هذه 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 سي يوسف ما قلتهاش في التليفون باش تقول لي يفهمني هو، انت قلتها في بلاتو واحنا حاضرين. قولها في البلاتو. ما معنى انه انت أنا ما وراك حد؟ انا خذيت ليكيب ناسيونال ما عندي حد. شو معنى انت ما عندك حد؟ انا قلت لك ما عندي حد. ما حتى دعم معناتها. ما عندي حد وهو ما عنده حد. انا لتوا نخلص فيها. لتو نخلص فيها وللغدوة نخلص فيها. عليه هو عنده جامعة وراه. شكون حتى انا عندي جامعة وراه. عنده انا اللي اختاروني الكل. سو سون دي بريزيدون. ايه؟ فهمت؟ ويا مومون خاطر اختارني رئيس وزير شباب ورياضة. شاكر. فهمت؟ سي يوسف. اما ما عندي حد وراي. سي يوسف يقصد. ما عنديش كتف شكون يعرض لي. وهو كيفي كيف كيف. وهو اكثر مني. ما فهمتش برشا الكتف شنو المقصود. لا تفهم انت. فهمت حاجه سي عبد الباقي الكتف شنو؟ لا انا فهمت. انا فهمت. لا لا الكتف سيرتو حكيت الكتف اسكو القائمه بالكتف ما فهمتش. دخل قائمه. لا مدرب. انا قلت لك مدرب. اي معناتها انا مدرب. يطيح السكينه يطيح البقره تكثر السكينه. انا قلت ما نقولها له. انا نقولها له وقلتها له على الملاء. يا جلال راك كيفك كيفي. راني انا خبره وتعديت ولتوا نخلص فيها. لتوا نخلص فيها وما زلت مش نخلصها حتى العباد اللي ما تعرفكش ها يمشيوا خاطر انت ما تنتميلوش. بس يوسف ما تنتميلوش. فهمت بديت نفهم. بديت نفهم يوم يوسف الزواوي كان غلط. قول لي ما وراش جمعيه كبيره جلال قادري؟ لا مو جمعيه كبيره. لا جمعيتي كبيره انا. لا لا جمعيتي كبيره. لا لا سيوس معناتها من الجمعيات الاربعه الكبار اللي عندهم جمعيتي. اي نعم. واللي يقول هذا يتفضل. اي نعم لو كان جيت انا ترجي وكان جيت انا ايتواليست لو كان جيت انا كلوبيست راك فما شكون يتلمس لي؟ ما يتلمسني حد. هو يا جلال راك كيفي. يا جلال راك كيفي. يعني رد بالك في ما تحطش للعباد على ظهرك. بالعكس خدمتك هي اللي تخليك وجاتك فرصه اللي كل اي مدرب تونسي يتمناها. وربي ينجحك فيها. واحنا نعتزوا اللي يكون على راس المنتخب نتاعنا تونسي. وربي يعاونك عليها. مساج واضح.